تتميز ولاية بنسلفانيا بمناخ قاري رطب مع صيف حار ورطب وشتاء بارد في أغلب الولاية. تحدها ولاية الديلاوير من الجنوب الشرقي، ميريلاند من الجنوب، وفرجينيا الغربية من الجنوب الغربي، وأوهايو من الغرب، ونيويورك من الشمال، وأنتاريو من الشمال الغربي، ونيوجيرسي من الشرق. يعرف الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية مناخا رطبا شبه مداري بسبب تنوع التضاريس. بنسلفانيا أو كيستون هي جزء من وسط المحيط الأطلسي والولايات الشمالية الشرقية من أمريكا، وتتكون من الجبال والسهول العالية والأنهار والوديان والسهول الساحلية والبحيرة. جبال أبلاتشن تقسم الولاية إلى جزئين، الشرقي والغربي. الجزء الغربي هو أبرد من الجزء الشرقي وأكثر أمطاراً وثلوجاً. بنسلفانيا لها 57 ميل من السواحل على طول مصب الديلاوير، وليس لها حدود مع المحيط الأطلسي. تتراوح درجة حرارة اليوم في الصيف بولاية بنسلفانيا من 75 درجة فارنهايت أي 23.9 درجة مئوية إلى 95 درجة فارنهايت أي 35 درجة مئوية، في حين في الليل من 55 درجة فارنهايت أي 12.8 درجة مئوية إلى 70 درجة فارنهايت أي 21 درجة مئوية. تتراوح درجة الحرارة في الشتاء من 33 درجة فارنهايت أي 0.6 درجة مئوية إلى 45 درجة فارنهايت أي 7.2 درجة مئوية، في حين تسجل أدنى مستوياتها من 19 درجة فارنهايت أي ناقص 7.2 درجة مئوية إلى 30 درجة فارنهايت أي ناقص 1.1 درجة مئوية. يوليو هو ذروة الصيف والذي نادراً ما تلمس 100 درجة فارنهايت أي 37.8 درجة مئوية، في حين أن يناير هو الحوض المنخفض لفصل الشتاء، عندها تنخفض درجات الحرارة في كثير من الأحيان إلى أقل من 0 درجة فارنهايت أي ناقص 17.8 درجة مئوية. الربيع رطب وعرضة للفيضانات، في حين أن الخريف معتدل ويتميز بطبيعة ملونة. الضباب متكرر خلال فصل الشتاء والغيوم تلبد السماء بشكل روتيني. المناطق الداخلية الجبلية من ولاية بنسلفانيا باردة خلال فصل الشتاء، خاصة المناطق الشمالية الغربية القريبة من بحيرة إيري، حيث تكون تساقطات الثلوج وفيرة حوالي 100 إنش أي ما يعادل 2540 مليمتر، وهطول أمطار غزيرة. يعتبر شهر يوليوز ذروة هطول الأمطار، وفبراير ذروة سقوط الثلوج. معدل الأيام المشرقة هو 180 خلال السنة، وتعتبر الأيام ذات سماء غائمة أمر معتاد. أفضل وقت لزيارة بنسلفانيا هو من شهر ماي إلى شهر أكتوبر، ولكن التفكير في تفادي الازدحام والاكتظاظ أثناء الصيف الذي هو موسم الذروة السياحي بسبب العطلات المدرسية هي فكرة جيدة. أما أسوأ وقت لزيارة بنسلفانيا فهو من شهر ديسمبر إلى شهر فبراير بسبب البرد القارس والطرق الجليدية والهواء البارد والعواصف الثلجية المتكررة خلال فصل الشتاء وإغلاق الطرق والضباب والغيوم الداكنة، ومعظم السياح يغادرون ولاية بنسلفانيا عند حلول شهر نوفمبر لنهاية موسم الخريف، ليبقى فقط عشاق الثلوج. تتعرض ولاية بنسلفانيا لعواصف رعدية وخاصة في الجبال والمرتفعات، وتحدث في أواخر الربيع وأوائل الصيف، كما تحدث في شهر مارس وأبريل فيضانات في أجزاء كثيرة من الولاية. تضرب الأعاصير الولاية بانتظام في شهر غشت، وكذلك تحدث الأعاصير الاستوائية أثناء فصل الصيف. في ولاية بنسلفانيا عموماً يناير هو أبرد شهر في السنة، حيث تنخفض درجات الحرارة أقل من 0 درجة فارنهايت
أي ناقص 17.8 درجة مئوية في العديد من الأماكن، ومتوسط درجات الحرارة المنخفضة تتراوح ما بين 12 درجة فارنهايت أي ناقص 11.1 درجة مئوية إلى 20 درجة فارنهايت أي ناقص 6.7 درجة مئوية، ومتوسط درجات الحرارة العالية تتراوح ما بين 30 درجة فارنهايت أي ناقص 1.1 درجة مئوية إلى 40 درجة فارنهايت أي 4.4 درجة مئوية. متوسط الثلوج المتساقطة هو 15 إنش أي 381 مليمتر، كما يغطي السحاب الولاية بأكملها. يناير يجذب عشاق الثلوج لمزاولة الأنشطة الثلجية كالتزحلق على الجليد والصيد الجليدي. بعض الطرق في ولاية بنسلفانيا تكون القيادة عليها جد خطيرة، فيجب توخي الحذر وكذلك ترقب حالة الطقس لمعرفة وقت العواصف. يعتبر فبراير شهر بارد في ولاية بنسلفانيا، حيث درجة الحرارة نادراً ما تتجاوز 45 درجة فارنهايت أي 7.2 درجة مئوية نهاراً، وليلاً هي أقل بكثير من درجة التجمد. كثيراً ما تحدث العواصف الثلجية والرياح الجليدية خلال فصل الشتاء. يتراوح متوسط تساقط الثلوج ما بين 10 إنش أي ما يعادل 254 مليمتر إلى 12 إنش ما يعادل 304.8 مليمتر، وذلك في الأراضي المنخفضة، أما المرتفعة فتتلقى ما لا يقل عن ضعف ذلك. مارس علامة على وصول فصل الربيع، حيث تكون الأيام أكثر دفئاً ما بين 40 درجة فارنهايت أي 4.4 درجة مئوية إلى 50 درجة فارنهايت أي 10 درجات مئوية نهاراً، في حين ليلاً لا تزال باردة ما بين 25 درجة فارنهايت أي ناقص 3.9 درجة مئوية إلى 35 درجة فارنهايت أي 1.7 درجة مئوية. قد تغطل الأمطار وتسقط الثلوج، كما أن هذه الولاية في هذا الشهر عرضة للفيضانات. النهار يمتد إلى 11 ساعة. شهر أبريل دافئ ورطب مع درجات حرارة معتدلة ليلاً ونهاراً، ويكون موسم الربيع في ذروته. معدل درجة الحرارة تتراوح ما بين 55 درجة فارنهايت أي 12.8 درجة مئوية إلى 65 درجة فارنهايت أي 18.3 درجة مئوية، في حين درجات معدل الحرارة المنخفضة تتراوح ما بين 35 درجة فارنهايت أي 1.7 درجة مئوية إلى 45 درجة فارنهايت أي 7.2 درجة مئوية. وجود الماء العذب بوفرة في الجداول والمجاري والبحيرات والأنهار باردة للسباحة، ولكنها مثالية للصيادين. في شهر ماي يبدأ الموسم السياحي، حيث يتراوح معدل درجات الحرارة المرتفعة ما بين 65 درجة فارنهايت أي 18.3 درجة مئوية إلى 75 درجة فارنهايت أي 23.9 درجة مئوية، في حين يتراوح متوسط درجات الحرارة المنخفضة بين 40 درجة فارنهايت أي 4.4 درجة مئوية إلى 50 درجة فارنهايت أي 10 درجات مئوية. معظم الثلوج تذوب في المرتفعات. هطول الأمطار بمعدل من 4 إنش أي ما يعادل 101.6 مليمتر إلى 5 إنش أي ما يعادل 127 مليمتر. تعود الشمس المشرقة شهر ماي. يجب الحرص من الدببة السوداء لأنها تبحث عن الطعام بعد أن واجهت نقصاً خلال فصل الشتاء. يونيو هو من أفضل الأوقات لزيارة ولاية بنسلفانيا، حيث تكون أشعة الشمس في كل مكان. متوسط درجات الحرارة المرتفعة يتراوح ما بين 75 درجة فارنهايت أي 23.9 درجة مئوية إلى 84 درجة فارنهايت أي 28.9 درجة مئوية، في حين أن متوسط درجات الحرارة المنخفضة دافئة من 54 درجة فارنهايت أي 12.2 درجة مئوية إلى 60 درجة فارنهايت أي 15.6 درجة مئوية.
درجة عالية من الرطوبة، وتمتد الأيام الطويلة حتى 12 ساعة. من الممكن حدوث إعصار مداري أو إعصار، مما يؤدي إلى تعطل خطط العطلات. هطول أمطار بمتوسط 5 إنش، أي ما يعادل 127 مليمتر. يوليو هو أكثر شهور السنة حراً، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة المرتفعة 79 درجة فارنهايت، أي 26.1 درجة مئوية، إلى 87 فارنهايت، أي 30.6 درجة مئوية. ومتوسط درجات الحرارة ليلاً من 54 درجة فارنهايت، أي 12.2 درجة مئوية، إلى 63 درجة فارنهايت، أي 17.2 درجة مئوية. أكثر من 20 يوماً في يوليو ترى وجود الشمس، والباقي غائماً وممطراً. هطول الأمطار بمتوسط 5 إنش، أي ما يعادل 127 مليمتر. الصيف هو الوقت المثالي للتخييم وزيارة الحدائق والمنتزهات الوطنية. غشت هو شهر صيف حار ورطب في ولاية بنسلفانيا، مع مزيج من الأيام المشمسة والغيوم. تمتد أشعة الشمس لمدة 20 يوماً تقريباً، وتكون درجات الحرارة في منتصف النهار هي الأكثر حرارة. يتراوح متوسط درجات الحرارة المرتفعة بين 77 درجة فارنهايت، أي 25 درجة مئوية، إلى 87 درجة فارنهايت، أي 30.6 درجة مئوية، في حين أن متوسط درجات الحرارة المنخفضة هو 53 درجة فارنهايت، أي 11.7 درجة مئوية، إلى 68 درجة فارنهايت، أي 20 درجة مئوية. هذا الشهر تكون بنسلفانيا عرضة للعواصف الرعدية والأعاصير. يصادف شهر سبتمبر بداية موسم الخريف، حيث في أواخر هذا الشهر تتلون أوراق الأشجار بألوان جميلة تتراوح من اللون البرتقالي والأصفر والعنبر والذهب إلى الأحمر والأرجواني. متوسط درجات الحرارة المرتفعة يتراوح ما بين 72 درجة فارنهايت، أي 22.2 درجة مئوية، إلى 80 درجة فارنهايت، أي 26.7 درجة مئوية، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلاً إلى 46 درجة فارنهايت، أي 7.8 درجة مئوية، إلى 60 درجة فارنهايت، أي 15.6 درجة مئوية. احتمال هطول أمطار غزيرة خلال هذا الشهر. أكتوبر هو شهر سقوط أوراق الشجر في ولاية بنسلفانيا. متوسط درجات الحرارة يتراوح ما بين 58 درجة فارنهايت، أي 14.4 درجة مئوية، إلى 67 درجة فارنهايت، أي 19.4 درجة مئوية في النهار، بينما في الليل قد تنخفض إلى 40 درجة فارنهايت، أي 4.4 درجة مئوية. الصباح في هذا الشهر قد يكون ضبابياً، وسط النهار في العادة يكون دافئ ومشمس، في حين أن الأمسيات تميل إلى أن تكون باردة نوعاً ما. نوفمبر نهاية موسم الخريف في ولاية بنسلفانيا، مع ليالي باردة والتي تتراوح ما بين 30 درجة فارنهايت، أي ناقص 1.1 درجة مئوية، إلى 40 درجة فارنهايت، أي 4.4 درجة مئوية. ومتوسط درجات الحرارة العالية ما بين 45 درجة فارنهايت، أي 7.2 درجة مئوية، إلى 55 درجة فارنهايت، أي 12.8 درجة مئوية. كما أن أشعة الشمس تنخفض تدريجياً بحلول نهاية الشهر، وتصبح أغلب الأشجار بدون أوراق. سقوط أولي للثلج وهطول أمطار بشكل متكرر مع رياح. يبدأ فصل الشتاء في ديسمبر في ولاية بنسلفانيا، مع متوسط درجات الحرارة العالية من 34 درجة فارنهايت، أي 1.1 درجة مئوية، إلى 45 درجة فارنهايت، أي 7.2 درجة مئوية. أما متوسط درجات الحرارة المنخفضة
فتتراوح ما بين 18 درجة فارنهايت أي ناقص 7.8 درجة مئوية إلى 30 درجة فارنهايت أي ناقص 1.1 درجة مئوية. تساقط التلوج في المرتفعات والجبال وهطول الأمطار بمعدل 3 إنش أي 76.2 ملم إلى 4 إنش ما يعادل 101.6 ملم. هبوب رياح باردة في هذا الشهر مما يجعل الهواء يبدو أكثر برودة مما هو عليه عند قراءة ميزان الحرارة. برد شديد يتطلب ملابس شتوية وقبعات وقفازات وأحذية خاصة بالبرد القارس. شكرا على المتابعة، راسلونا بملاحظاتكم واقتراحاتكم ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا حتى تتوصلوا بجديدنا. لكم منا أطيب المنى وموعدنا في استراحة واستفادة جديدة.